بسام الشمري. شكرا لزميل محمد بن بريك المري. بسم الله وعلى بركة الله، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة، انطلاقة الشوط الرئيسي لفئة الإجذاع القعدان، ينطلق من مسافة 5 كيلومترات، ينطلق مع هذه الشعارات الكبيرة والمميزة الحاضرة التي تريد تتوج بأقوى أشواط القعدان وأعتاها في هذه المنافسة المميزة. نتابع التحدي الكبير، كما نهني صاحب الشوط الرئيسي في هذا الصباح، نهني بشريدة على فوز وهيلة لصالح بن حمد بن صالح. بشريدة المري نهنيك على انتزاع وهيلة، كعادتها دائما تتواجد في هذه المنافسات المميزة. نتابع هذا التحدي، نتابع مسار هذا الشوط، نتابع هذا الانطلاق الجميل باندفاعة الشعارات الحاضرة التي تريد ان تتوج بناموس الشوط الرئيسي. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة، اول الاسماء يتواجد بهذه الانطلاقة، يتواجد بهذه الاندفاع مباشرة، رمز للسالم بن صالح بن سالم النابت المري مشاركا في تحديات المركز الاول. المركز الثاني القادم هنا شاهين لعبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري، يشارك في مسار واندفاعة المركز الثاني، ينتقل مباشرة الى المركز الثالث القادم والحاضن هنا الزود لمحمد بن حمد بن صالح. القفران المري ينطلق مع المركز الثالث، المركز الرابع، وتابع القادم هنا سعود لراشد بن حمد بن راشد العوير المريزيق المري، تسلل بدوره سعود الى المركز الثالث. المركز الرابع الاسم القادم هنا غياض عبد الله بن جابر بن حمد البريد المري، يشارك باندفاعة غياض على المركز الرابع، بينما المركز الخامس القادم والحاضر هنا في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز، مصوب يتقدم بالشعار عبد الرحمن بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي سيطرت وجاءت بندانا الأول في هذا التحدي الكبير والمميز. ولكن هنالك شعارات وأسماء كبيرة حاضرة خلف دائرة النداء، لم يحن موعد قدومها ووصولها إلى دائرة الصراع والنزاع من أجل المنافسة ومن أجل التحدي الكبير. نتابع مسار هذا الشوط، نتابع هذه المنافسة المميزة مع سن الإجذاع، سن الإمتاع والإبداع في مسار واندفاعة هذا الشوط. أسماء لامعة، أسماء مميزة، شعارات كبيرة حاضرة في هذا العالم الساحر، في هذه الرياضة العريقة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. تابعنا المنافسة، تابعنا التحدي على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، وما زال رمز منطلق مع البداية محافظا ومسيطرا على المركز الأول بقيادة سالم بن صالح بن سالم النابت المري، ينفرد في مقدمة هذا الشوط ويسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم هنا شاهين بقيادة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري، مشاركا في واندفاعة شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث القادم والحاضر هنا غياض بقيادة عبد الله بن جابر بن حمد البريدي المري، مشاركا منطلق على المركز الثالث، هناك مصوب الذي تسلل بدوره الى المركز الثالث، الى المركز الثاني بالشعار الخاطر الذي يخاطر من اجل الناموس، من اجل التحدي، من اجل الظفر بناموس الشوط الرئيسي. يتقدم مصوب بقيادة عبد الرحمن بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر، وسعد بن عبد الله الوهيبي يتابع مساري واندفاعة مصوب الى المركز الثاني، المركز الثالث البريدي، المركز الرابع
الرابع الجربوعي المركز الخامس، وتابع الاسماء الذي بدأ تصل مباشرة الى موقع التحدي والمنافسة في مسار هذا الشوط اول القادمين. مهيض مهيض لبطحان بن سالم بن مسعود بن قطام المري ولماح لماح بن هاملة، والرفادة قادم في تحدي مستمر من اجل الظفر بهذا التحدي الكبير، من اجل الظفر بناموس الشوط الرئيسي. اقتربت القعدان في موقع واحد من اجل هذه المنافسة المميزة في هذا التحدي الكبير، من اجل الانجاز التاريخي، من اجل الظفر باقوى اشواط القعدان وعتاها يا ابو بريك. ولكن رمز ما زال رمزا في هذا التحدي، ما زال منطلقا في مسار هذا الشوط، ما زال يمهد الطريق نحو الانجاز ونحو الانتصار الرئيسي في هذا الصباح المميز باندفاع سالم بن صالح بن سالم النابت المري. ينيها ينطلق في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز مع الكيلو متر الاخير، ولكن البريدي 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 غادم مع هياض هياض على المركز الثاني، وعينه على المقدمة عبد الله بن جابر بن حمد. البريدي المري يشارك في مسار هذا الشوط، تسلل بانطلاقته تسلل هياض، ولكن القادم والحاضر هنا مبلش مبلش يا بلشتكم من مبلش عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري، وايضا وصل بهذه اللحظات. مهيض يا اهل القعدان هيبكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبون، غادب بطحان بن سالم بن مسعود بن قطامي مع مهيض تسلل وانطلق مباشرة الى المقدمة. البريدي مع هياض على المركز الثاني مصوم مع الخاطر، الخاطر يتقدم بمشاركة في هذا التحدي مصوم على المركز الثاني انا على المقدمة. الله 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 معركة معركة طاحنة مع الشعارات الكبار. مصوب عبد الرحمن بن راشد بن فهد الخاطر تسلل البداية، ولكن الحذر الحذر حذر بن جار الله تجار مع الامتار الاخيرة. معركة الطاحنة شوط والاروع حماس منافسة اثارة مع اللحظات الاخيرة، ولكن الحذر الحذر فاجانا وانتزع الناموس. تهانينا يا جوكر، تهانينا يا خالد على هذا التحدي الكبير. نهني علي بن ناصر بن جر الله بن علي آل جر الله على فوز الحذر بناموس هذا الشوط. تهانينا من وصل الحذر مع الامتار الاخيرة وحقق ناموس الشوط الرئيسي. المركز الثاني، المركز الثاني غياب لعبد الله بن جابر بن حمد البريدي المري. المركز الثالث، المركز الثالث مصوب لعبد الرحمن بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. المركز الرابع، المركز الرابع مطران لحمد بن صالح بن حمد بن محمد بن صلعه. المركز الخامس، المركز الخامس مهيض لبطحان بن سالم بن مسعود بن قطامي المري. هكذا مشاهدينا الكرام حكاية ورواية ناموس الشوط الرئيسي للقعدان، فكانت المنافسة حاضرة مع الأمتار الأخيرة، فكان الحذر متجاوزا القعدان عند الأمتار الأخيرة محققا هذا الانتصار فائزا بناموس الشوط الرئيسي مفاجئا للجميع مع الأمتار الأخيرة. نهني علي بن ناصر بن جر الله بن علي آل جر الله على فوز الحذر بناموس هذا الشوط. 7:39 80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار الصباحي المميز. المركز الثاني جاء غياض 7:40 72 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن جابر بن حمد البريدي المري على فوز غياض في المركز الثاني. المركز الثالث جاء مصوب 7:40 80 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الرحمن بن راشد بن حمد بن فهد الخاطر.